اخواني اخوات، من هذا المنبر ان شاء الله الا صوتوا عليا غنواصل لكم الناس الحفاري. ما تناكلوش طرف الخبز، خصكم تفهموا بان الحفره تنصوروها وتنصيفطوها تيعطيونا مليار باش هما صبروا الحفره. الله يجازيكم بخير كرئيس، وضروري ما كانوش حفاري، ما ناكلوش صرف الخبز، ضروري الحفاري، وما نكرهوكمش نتوما تهزوا الفيزار. إن الحفاري هما طرف الخبز. الله يجازيكم بخير، وإن شاء الله الانتخابات الجاية خصكم تصوتوا عليا، حيت أنا عزيز عليا الحفاري. ولكن نتوما كفقراء تتعيشوا في الشرطيات والأزقة والزناقي، ولكن الحفاري ما